نشكر الجميع اللي تفاعلوا مع الفيديو الاول اللي حكينا فيه انا والوالده، وتنوجه الشكر للاخوان اللي اتصلوا بي وقالوا لي هل من واش نقدروا نساعدكم. يعرفوا خص يعلم الجميع ان احنا ما تنطلبوش الصدقه، نطلبوا تنطلبوا غير حقنا، حقنا فقط، حق الوالده في بيتها، هذا هو اللي تنطلبوا. المساله التاليه باش ندخل للصميم، يعني بعد هذاك الفيديو السلطات جات خرجتنا بالقوة، رغم أنه كنا مسالمين، ولكن صدق القيد والباشا، يعني صدق وهو كذوب. قال لك وعندي تسجيلات موثقة، قال والله العظيم غندللكم وغادي تخرجوا الأولاد، يخرجوا في صطفات والنساء أمكم غادا تخرج الإسعاف. يعني صدق وهو كذوب. الآن حنا يا خرجنا ما كينش محل للسكن، حنا ساكنين في شقة كتريناها، والوالدة في المستشفى. الوالدة اليوم الآن وأنا تنكلمكم راهي في البلوك تدوز، يعني عملية، عندها كسر في الحوض. بعد ما بداو في الهدم، الوالدة يعني قاعدك المشاكل وهذا تقالت، فلما دخلناها لواحد الشقة وعندي الأوراق وتثبت يعني بأننا كريناها، لما دخلت مسكينة أول شيء قالت لك نتوضى وصلي، دخلت الوضوء سقطت، فدخلنا جاو الإسعاف والدواء، والآن هي تتواجد بمصحة، والآن هي راه طلبوا لها الشفاء العاجل، وراهما الآن يسووا لها عملية جراحية. إلا سألتوني على الكيفية، كيفية خروجنا، خرجنا مدللين، يعني خرجنا وكأننا ما تنملكوا لا شيء، ما عندنا ملكية، ما عندنا يعني خرجنا كما ولدتنا أمهاتنا وحنا صغار، يعني خاويين الوفاض. ثانية الحصيلة ولا شيء، يعني الكيفية هذه والحصيلة ولا شيء، الحصيلة يعني ما عرفش إيش غيسويو معانا. هذا أنا يوم الاثنين إن شاء الله نتوجه للوكيل العام نشوف إيش غيسوي معايا، وبعد ذلك ننتظر التفاتة ملكية حتى نسترد حقوقنا. احنا بغينا غير حقنا يرجع لنا وترجع لنا كرامتنا، وما نبقاوش هكذا. المسؤول الأول هما، يعني أنا تنتكلم على الكيفية القايد والباشا، يعني سووا داكشي اللي بغاو، يعني النساء في سيارة الإسعاف والرجال في الصطافات كما قالها، والتسجيل موثق، والباشا عمل يدو وضرب الأخ ديالي، رماه ورفعوه يعني خمس من الأعوان، هو وخمسة أعوان، وقالوا بالحرف والله غادي ننفيك من هنا، غادي ننفيك، يعني يمكن حينفيه من البلد، لا أدري كيف حيسوي، الله أعلم، لكن هذا ما هادو اللي قالوا. الشيء الثاني يعني ما فهمتش، لا سكن لا تعويض ولا شيء، ولا حتى
حتى ورقة تثبت بأن كان عندنا بيت، يعني هدموه وما عطاوناش حتى ورقة تثبت أنه كان لنا بيت ولا شيء، يعني عشوائي شغل، يعني والله ما أدري كيف هما سواو، يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.